الاول زي ما قلت لكم بعد يكون عندي فطلع عليها الاول هل هي اصلا هيجينيس ولا مش هيجينيس؟ يعني فيها افكتس بتيجي في الحاله ولا دي لو تاني بتيجي في الحاله بحلها مره هيجينيس ومره ضمن هيجينيس واطلع حاله بارتيكولر حاله هيجينيس وهم الاثنين مع بعض مش لو كان عندي هنا في الطول طريقه ثانيه بحلها الاول بستعمل طبعا موبايل مش طالع في الكاميرا. خد الموبايل بتاعك. موبايل. السكند اوردر في حاجه في واي داش، في حاجه في واي داش، في حاجه في انا هعمل هشيل واي داش واحط سيريز كده واشيل واي داش واحط سيريز دي انا بفرغهم من عندي وبحل بيها وبطلع في الاخر الحلول اللي عندي. لو كانت اصلا لو كانت الاكريشن دي لو كانت مثلا لو قلنا مثلا حاجه زي دي عندي هنا
بتبقى ان بس مش ان ماين. ماشي ازود واحد وزود هنا واحد. ال ان ماينس 1 لما تزود عليها واحد تبقى ان بس. ان ماينس 1 زود واحد يبقى ان ازود واحد يبقى ان بس. حاضر ماشي ماشي. هو بس. انا عندي هنا حد اكتب في شيء اكس
انا فعلا هاجي الاول هاجي في سبار اكس، بس انا زي ما كنت فاكره في الاول هاجي في سبار اكس اصلا ليه؟ من الان زيرو من الاكس سبار ان على ان اكس ان زيرو ان فيكشن زيرو، دول كده يعملوا لي سميشن من الان الاثنين من الاكس سبار ان على ان عايز اقول لك بس انا كان عندي كمان في الاول ممكن ازودهم ونقصهم وادخلهم جوه السيريال لما يجي سبار اكس الباقي بقى اخدهم على دول يعملوا لي حاجه ثانيه. تعالي ندور نزود واحد زائد اكس ونطلع دول لو انا لو اخد دلوقتي اخد دي كده كلها اقول اعمل ايه؟ مش سبار اكس بدول بدول ايوه مع الوحش يبقى انا عندي يبقى انا عندي سي ناقص سي واحد اكس لو اتنين دي هجيبها بقى اللي هي الـ reduction ترد سالين عملا عملا معوضة مرة اكتب وبعدين تفتحها يبقى انا ما عملتش حاجة.
نص ساعة. فاضل نص ساعة. فاضل نص ساعة بس مهندس. Infinity. Thank you.
ما انت حليت الديفرنشال ايكويشن دي، جبت واحد واي اثنين خلاص الحمد لله. قصدي يعني سكند اورج هي تريس مثل الاول بس اول غير بعيد عن اساسي سيماتيكي قوي الاول كنت عامل ايه بس نقول كده بسرعه عشان نكون متاكد عشان اثبت لك الناس سيماتيكي في الاول انا خليت الاول كله ايه الكوفيشنت الاكس بار ايه بعدين بدا عندي حاجات السيريز بتاعتها بتبدا بان كويس لقيتها بان كتير ولقيتها بان مين لو كان عايز لو لقيت حاجه عندي سيريز ان كويس تبدا بان سيريز ان الثلاثة البرش الثلاثة هي ان ان بزيرو بين بزيرو وبين بزيرو هعوض مرة في الترم بتاع السيريز بتاع ان بزيرو هعوض مرة بزيرو يبقى كده المفروض تبدأ بايه؟ بواحد اعوض بعدين بواحد فيها وفي الان بواحد يبقى انا كده جبت ايه؟ كده المفروض كلهم يبتدوا بان باتنين اجيب سمشن الان باتنين اجمع كل دول في سيريز واحدة يبقى كل دول كوفيشنت الاكس تبقى الان واخدهم واطلع سي ان بتاعت سي ان اللي قبلها لو كان عندي سيتساي هنا الـ كانت بتيكوال إكس بار إكس ساعات ممكن ألاقي بتيكوال إكس بس أو إكس سكويرد بس إيه دي؟ يبقى أقطع إكس من تحت الإجابة مش لازم لو أنا ساعات ممكن أقول لها حاجة تانية مش أنا أصلا مش أنا كنت باخد الكوفيشن بتاع إكس بار إم مش إكس بار إم دي اللي هي عبارة عن إكس بار 0 و1 و2 و3 فأنا عندي هنا سبيشال كيس من إكس بار للإن ب2
تيلور. عرفت افكها بمتلر فما مين انت؟ انا انت هي مش تيلور هي تيلور بس تيلور عند الاكس. برافو. انا عايز عند الاكس دي عشان لو كان عند الاكس لو انا لو الحاجه اللي عندي دي هكتبها شويه بس هقول لو الحاجه اللي عندي دي لو عرفت افكها بمتلر يبقى انا كده ايوه هي تيلور تمام؟ بس هي دي قدامي كده لو هو ديفاين عند الاكس دي قدامي لو كانت الاي اوف اكس والبي اوف اكس مش ديفاين من عند اللي عندنا عند الاكس دي يبقى كده سيب ماشي. بعديها بقى هندخل على الفيديوز نستعلى ونشوف دول هيفيدوني في ايه. فربينيس ما عندناش وقت. Dando para que se arrumou. Yeah.
radius. الدكتور عندك حد مش هينزل اصلا مش هتنزل كويس يعني ممكن يكون لسه صححها دي هياخد درجات من التاني مش هيتاخد درجات فعلا ايهاب يعني ايه نص نص كل حاجة ممكن هو الفكرة بس ان هو الكويز اللي هو شوية درجتين ده مش هيتاخد انا عايز ده 2 2
is that? This one? This is plastic. يلا موبايل بيفضى صح. بيطلع كسر عادي يعني الفرق بينهم مش انتجر فاضل مثال ايه؟ فاضل مثال واحد مثال
انا نمت. تصوري الحاجات دي، تصوري الجو ده، تصوري خدي بالسلامة. قدامي باور، لو هو سلم قدامي باور، قدامي فلوس. تعالي شوف الايوبكس الايوبكس نفسه ايه؟ واحد ماينس تو اكس على اكس، واحد على اكس ناقص Z, R plus A. For R
هعمل فوق اكتر من خط الفراغ اللي ده المفروض نعمله. هاخد اس في الخط اس دو بس الاكس في اللي تحت وادخلها في النيجاتيف فوق. عندي هنا ار بلس ان في سي ان اكس ذا باور ار بلس ان بدل ما اخد ماينس 1 تبقى ماينس 2 ودخلت الاكس هو. تعالوا نجيب منها كل ارض. نعم، الفترة الأخيرة.
مش عارف ارجع لورا، يبقى انا ممكن اخلي دول يشفت واحده قدام، بس يبقى في ترم واقع ورا عند ال ام سي. صح صح، يعني خلي دول كاونتر بتاعهم يبقى الواحد. اها صح، خلينا نعمل عشان يبقى عايزين نجمع كل دول هنا مش هنقعد في واحد. زي التاني؟ طب ونقصت زي التاني؟ ايه؟ طب فين بقى الحاجات اللي اصلا ناقصه؟ انا ما نقصتش حاجه، انا عوضت هنا ال ام سي وهنا ال ام سي وطلعتهم هنا. فدي بتبدأ بإن واحد، بتبدأ بإن واحد، بتبدأ بإن واحد، جمعيهم كلهم وكلهم يجيبوا نفس الإكس باور أر بلس إن ماينس 2، خلاص؟ إن واحد وكلهم بقى في الشكل ده. هو هزعوض الاتنين دول بقى؟ إزاي عوضنا في الاتنين دول؟ خلاص ماشي خلاص ماشي. ده هو إزاي على بعض؟ ده الترم واحد. ماشي ماشي، هنا أر بلس إن. من أكبر سنة ما يصير من أكبر سنة، خد من الاثنين دول أكبر سنة ما تحطهم بيطلع لي أكبر سنة ماينس 1 وهنا في بلس نص، يبقى أكبر سنة ماينس 1 وبلس نص يبقى أكبر سنة ماينس نص. أهو عوض بقى هنا بقى اللي زيرو يطلع لي دي، ده ما فتحتش حاجة. دي فوق يبقى دي تطلع لي الار زيرو والار نص. الحمد لله وصلنا لبعض. دي انهي كيس؟ دي ار اتنين ودي ار واحد. ار اتنين ناقص ار واحد مش انجبر اسمه اصلا. يبقى ناخد بقى كل ار من دي ونعوض بيها حاجه دي نسميها صفر. عوض منها ده معوض منها ايه يحصل؟ لو عوضت باي واحده من دول الترم ده هيطير. صح مش هنقعد نقسم بيها قوي. جبنا الاراضي منين؟ ايه؟ الاراضي. الاراضي جبتها لما خدت الترم ده، الترم ده اسمه شيل كيس من ده وده ما فيهوش ان وده فيه ان. تعالى نتعامل مع ان ما فيهوش ان، لان دي ارقامها كتير. دي عند الام سي. خديها هنا الدكتور بيقول ان السي نوت بتساوي واحد. هي الاصح السي نوت مش بتساوي زيرو. بتساوي صغير من كده. السؤال ده كان بتساوي؟ اه علشان يعني الاصل لو قلنا ان السي نوت مش هتساوي صفر فاكيد دي اللي هيتساوي صفر. تمام؟ تعالى بقى نعوض النص الايكويشنز. ان
مش دي اكس باور ار في اكس باور ار صح؟ يبقى انا كده عندي حترمين في دي مش دي كانت شويه يعني سي ان اكس باور ار دي اللي تطلع لوحدها سي ان اكس باور ار دي اللي زادت عن الباور صح؟ انا مش فرق هو ده مشكلته ان هي ار بلس ان مش ان بس فده خلاني ان اقول اكس باور الار بتاعتي دي تمام بس هتلاقي كده مين ده ممكن نسيبه كده رايح جوه بس في مفردة خانة الاكس دي جوه الواي في اكس دي بتساوي ايه؟ بدخل الاكس دي جوه يبقى عندي طلع يسيبه بره واحد ناقص اكس باور نص على 3 فاكتوريا لا في نص من هنا وكان في واحد يبقى 3 على 2 ومن هنا اكس باور 5 على 2 5 فاكتوريا دي اقدر اقول عنها ايه؟ في واحد واحنا اصلا دخلنا الاكس فدي لو انت بتقول 1 ايه؟ يعني ازاي دي 1 دي؟ مش بتدخلي الاكس باور هاف جوه؟ في حاجة تانية ولا خلاص كده؟ يلا يا باشمهندس عشان الوقت والشحن فادي وخلاص كده كده دي بقدر اعمل حاجة دي ممكن تبقى اكس مينش اكس باور اكس مش عارف فاكتوريا من باور 3 5 فاكتوريا باور 5 انا اقدر اقول ان هي كانت عبارة عن دي صاين دي كده صاين تاني تالت بقى انا بحله مرتين كل قبل مره ايه فدي في امتحانات انا امتحانات مش محلوله تكرر يعني ممكن اصورهم في البيت بس اصور الموبايل وبعدين معايا امتحانات بتاع 3 4 سنين بس انت تحليهم بقى على 5 على